ننتقل بحضراتكم لنقل المؤتمر الصحفي للمجموعة العربية في الأمم المتحدة. will be in Washington DC tomorrow. They will engage هنا المجموعة العربية والمنظمة سيكون في واشنطن يوم غد وسيشتركون في مناقشات مع المسؤولين الأمريكيين ويطلعونهم على رؤية كل الأمور التي قلناها والأمور الأخرى ذات الصلة. وعلى رأس الأجندة سيكون هناك طلب بإيقاف هذه الحرب ووقف إطلاق النار الفوري، وعليه أن يتم ذلك فورا. إن المستشار الأمن الوطني لنائب الرئيس الأمريكي اتصل برئاستنا يوما وأوضح رئيسنا واضحا الطلب بالوقف الفوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات الإنسانية ووقف النزوح الإجباري والهجرة التهجير القسري للفلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبها، ومطالبة المجلس الأمن باتخاذ القرارات العاجلة لإيقاف هذه الأمور. هناك كثير من الأمور العالقة مع بعضها البعض والتي تدعو جميعا إلى إيقاف إطلاق النار الفوري. وفي قطر وفي مصر نطالب أيضا بمواصلة جهودهم لمواصلة تبادل الأسرى وإطلاق سراح الأسرى، وبالتالي من هذا المنطلق الذي تم يوم الأسبوع الماضي علينا مواصلة لأن له قيمة لجميع الأطراف المعنية. هذا ما أردت أن أشاركه معكم قبل أن أعطي الكلمة لأخي من مصر، لكن سأقول بعض الكلمات باللغة العربية. كمجموعة عربية وإسلامية والعدوان الهمجي الذي لم نشهد له مثيلا في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وتحديدا مدينة خان يونس تطلب ويتطلب منا جميعا، كما دعت إلى ذلك قمة دول الخليج بوقف الإطلاق النار من ضمن عدة مسائل أخرى، وكما ينادي الأمين العام وكل منظمات الأمم المتحدة بأن أجهزة الأمم المتحدة في غزة الآن على وشك الانهيار الكامل. لذلك الأمين العام يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري. بوريل يدعو ويرتكز على موقف الأمم المتحدة في الدعوة لنفس الشيء. نحن في المجموعة العربية منذ الويك إند ونحن في تواصل ما بيننا، وعقدنا اجتماعا طارئا البارحة، ونحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قرار محدد يدعو إلى وقف إطلاق نار والمراقبة حول تنفيذ هذا الوقف لإطلاق النار من قبل أجهزة الأمم المتحدة، من قبل الأمين العام. وربما نستطيع ربما قبل نهاية هذا اليوم أن نضع بين أيديكم صيغة التي نريد لمجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بشأنها، وربما يتم التصويت على المشروع قبل نهاية هذا الأسبوع. نشكركم على التواجد معنا، أدعوكم إلى اللقاء معنا غدا الساعة 11 قبل الظهر بتواجد السفراء العرب وسفراء الدول الإسلامية وآخرين من أصدقائنا. أخي أسامة تفضل. Thank you very much, Dr. Riyad Mansour. Not much to add to what my dearest brother, Dr. Riyad Mansour, has stated. The Arab group is fully geared and mobilized to deal with the catastrophic situation that is happening before our eyes in Gaza in general, in southern Gaza. The worst of our fears is happening. We have been warning against the resumption of the military aggression, the Israeli military aggression, and hundreds of thousands of our brothers and sisters of Palestine are abandoned without a shelter in southern Gaza. We're calling the Security Council. ليس لديهم المأوى في جنوب غزة. نحن نطالب مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته، والمجموعة العربية مرة أخرى تطرق أبواب مجلس.